السيد زهير بطاش الخبير في الشغل. مساء الخير سيد زهير. مساء النور، مساء الخير لكل مشاهدين قناة نهار. شكرا لك. بداية أستاذ زهير، على غرار العديد من الجزائر لا تعتمد هذا التوقيت الصيفي، على الرغم من أنه لديه الأثر الإيجابي وكذلك على الصعيدين، أقول الاقتصادي وكذلك الاجتماعي. أولا أود طرح السؤال بطريقة مغايرة، يعني هل يمكن تطبيق نفس النظام في الجزائر؟ الجواب هو بنعم، يمكن تطبيق نفس النظام، يعني ما كان حتى حاجة، يعني خلينا ما نطبقوش، خاصة ونحن بلد، يعني بلد أكثر من 70% من التراب الوطني صحراء، فيه يعني حرارة، فيه يعني ظروف مناخية قاسية. إذا يمكن للجزائر أن تتوخى هذا النمط أو هذا النظام من التغيير الساعي من الشتوي إلى الصيفي. يجب باعتبار أن التغيير يكون في الصيف، يعني الثابت هو الشتاء والتغيير يكون في الصيف. لماذا؟ أولا لديه يعني عدة جوانب أهمية، بس من بينها أولا على المستوى الاقتصادي هو أن يعني استعمال مثلا مكيفات الهواء في أماكن العمل يتقلص، واستعمال أيضا العديد من يعني الماكينات أو الأنظمة التي تهضم الكثير من الطاقة، وبذلك تهضم الكثير من يعني من الأموال. طيب وهذا سيد حصل يعني زهير بطاش، ما هي للمؤسسة. المعيقات التي تمنع الجزائر من اعتماد هذا التوقيت؟ لا يوجد معيقات فيما يخص قانون العمل، قانون العمل واضح وضوح الشمس. المهم انه من الخامسة من التاسعة ليلا الى الخامسة صباحا يعتبر عمل ليلي، اما الباقي فهو عمل نهار. اذا احنا يمكن ان ندرج هذا النمط ولو لبعض الولايات او الولايات الجنوبية، خاصة في ظل ارتفاع الكبير نظام لدرجات نعم. الحرارة في بعض الولايات الجنوبية للوطن، نعم، خاصة في اذا ظل ممكن الارتفاع من القياسي الصباح لدرجات حتى الحرارة. 18 الى منتصف النهار، وهذا يكفي الى يعني من تعداد 8 ساعات يومية. ومن بعد يعني بعض القطاعات النشاط يمكن تكييف ايضا توقيتها من 10 صباحا الى غايه 6 او 4 مساء، وبعض حتى تستفيد من الجمهور، يعني من السكان الذين يعني هم في نهايه العمل، حتى يمكن لهم الاستجمام تكون هناك مردوديه والاستهلاك اكثر كذلك على والاستهلاك الصعيد اكثر. نعم الاقتصادي. جزيل الشكر لك الاستاذ زهير بطاش الخبير في الشغل على كل هذه التوضيحات. والآن مشاهدينا يرفع على ما سمعنا في هذه الأثناء أذان